عدنا إليكم من جديد فضيلة الشيخ أحمد ممدوح من علماء الأزهر الشريف، نتكلم موضوع مهم قوي وشائك جدا وصعب، بس نقدر نحصن نفسنا بإذن الله من الحسد وعيون الحاسدين بالخير. فضيلة الشيخ، يعني أعتقد أنه الواحد لما يكون عنده صحة وفلوس وحتى لو يعني هو راضي ومبسوط برزق ربنا عنده، لو خرج حاجة لله، لو عمل كده خيرات كتير سواء بالمجهود بالمال، يبعد عنه شر العين، ولا حضرتك ليك رأي؟ لا ده صحيح، وده زي حضرتك ما قلتي من شوية كده، ده من الحسد الممدوح. إيه يعني الخير لما تشوف حد طبعاً بيعمل خير ممكن نقول يا رب. وانا عايز بس اوضح جزئيه مهمه جدا عشان بس بعض الناس، وهي بتقول لي طب ما انت بتقول يا عم الشيخ ان في حسد ممدوح اهوت، ولسه من شويه بنقول الحسد. لا يعني ما انا بتكلم الحسد الممدوح ما يسمى، ومش عايزين نتطرق للجزئيه طويلا، ولكن ما يسمى عند العلماء بالغبطه. والغبطه هي فرقها ما بينها وبين الحسد، ان الحسد زي ما قلنا من شويه هو تمني زوال النعمه عن الغير. ايوه. إنما الحسد الممدوح أو الغبطة هي تمني ما عند الغير، يعني من غير أن يزال من عنده. يعني إحنا لو شفنا حد كده بيعمل خير وعمل بير مية أهو، هو ده بقى يقول لك أنا بأخبطك يعني أتمنى أكون زيك. بالظبط، أتمنى أن أنا أكون زيه في الخير. بئر وبالوالدين إحسانا، هو ده البر وهو ده المعروف وهو ده عمل الخير اللي أنا أحسد غيري عليه. أحسده عليه إزاي؟ يعني أتمنى أنه يبقى مستمر وأنا كمان أبقى زيه، وأنا أكون زيه. زي النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لا حسد إلا في اثنتين. نعم. هو ده بقى اللي مقبول، هو ده اللي أنا أشوف غيري بيعمله وأتمنى له هو الخير، أنا أعمله معاه وأنا أعمل كمان زيه. وأنا يبقى ليا مشاركة، وبالذات فيما يتعلق بقى بالأعمال الصالحة، بالصدقات الجارية، بالأمور النافعة للإنسان في حياته وبعد مماته. لما أشوف المجهودات العظيمة اللي بتقدمها مؤسسة نبض الحياة في مشروع سقيا الماء وفي حفر الأبار في المحافظات وفي الأماكن الأكثر احتياجا، أقول لا قد إيه أنا مقصر في حق نفسي، قد إيه أنا محتاج إن أنا أبذل، قد إيه إن أنا محتاج إن أنا أقدم بين يدي الله سبحانه وتعالى، حتى لو حاجة قليلة جدا. فضلة الشيخ أيا كان، كل ينفق مما عنده. تكلفة الأبار محتاجة فلوس كتير؟ والله يعني احنا ممكن المبلغ، كل واحد بينظر الى هذا المبلغ اللي هو بيحفر البير حسب امكانياته. فلما اقول مثلا تكلفه بير زي اللي موجود ده بيتكلف 35,000 جنيه من بدايه اعمال حفر البير وتجهيزات البير والحفر على عمق كبير، وان البير ده بيركب له بيجي مواتير رفع وبيتعمل خزان ميه وبيتعمل وفلاتر والكلام ده كله. في 35,000 جنيه واحد يشوف الرقم عادي جدا بالنسبه له، لان امكانياته عاديه، واحد يشوف الرقم كبير. نعم. وبالتالي يجي هنا دورنا بقى ان احنا نقول للناس ان انا ما عنديش امكانيه ان انا اتكفل بالبير ده لوحدي. نعم. ان انا اتكفل بالبير ده لوحدي، ان انا بقول يا مؤسسه نبض الحياه. نعم. انا اقدر اقسط معاكم البير، اشارك النهارده بجزء والشهر الجاي بجزء والشهر اللي بعده بجزء. بعد شهرين ثلاثه اعمل البير، نقول له ده متاح بالنسبه لحضرتك. القلب طيب. القلب اللي اتحرك معانا فضيله الشيخ وتبرع، وطبعا ارقامنا موجوده هي على الشاشه، وتبرع لنبض الحياه لحفر الابار، هو قلب اكيد فيه خير وما فيهوش حسد ولا حقد، في خير. والقلوب اللي فيها الخير برضه فضلت الشيخ هو بيقاوم شر، كلنا فينا الخير وفينا الشر. نعم. فقدر يقاوم الشر اللي جواه، الشح انه يحوش الفلوس، وقدر يتبرع ولو بالقليل علشان يسعد الاطفال الحلوين اللي احنا شايفينهم على الشاشه دول فرحانين قوي بشرب الميه. الصوره وصوره الاطفال دي لوحدها كفيله حضرتك بان الانسان يعني بصراحه مش ان هو يفكر ويقعد يعني ياخد وقت طويل على ما ياخد قرار ان انا هعمل خير ولا لا. الاطفال هو بتحرك القلوب. لا بالظبط، المشهد ده كفيل بان كل واحد النهارده يشوف الارقام اللي موجوده على الشاشه او الرقم الساخن اللي موجود 15,740. نعم. ويقول ويتصل بنبض الحياه ويقول يا جماعه انا لازم يبقى ليا نصيب معاكم النهارده، انا في الايام الطيبه اللي احنا بنعيشها دي لازم يبقى ليا نصيب عند ربنا سبحانه وتعالى. أكيد. ويبعد عننا العين والحاسد اذا عملنا خير. يعني صحيح فلسفه حلوه. فلسفه مؤمن بيها. لا طيب بجد ان انا اخد الموضوع واحطه في سياق معين بنيه ان ربنا سبحانه وتعالى يرفع عني البلاء ويزيل عني الضر، ده في حد ذاته كفيل. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا في الحديث القدسي وانا عند ظن عبدي بي
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا حصنوا أموالكم بالزكاة، الله، وداووا مرضاكم بالصدقة. فالاثنين مزيج ما بين الزكاة والصدقة فيها حفظ، فيها حفظ للأموال وحفظ للأولاد، الاثنين مع بعض. المزيج النبوي اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمه لنا ده، ده مهم جدا في حياتنا لوجود الراحة النفسية، لوجود السعادة، إن البيت يبقى ده بيت بتغمره السعادة ما بين الأولاد، ما بين ما بين الآباء، ما بين الأمهات، وكل ده امتداد للعمل الصالح. تعرف فضيلة الشيخ، لما رحنا بني سويف ونزلنا عند أهالينا وشفناهم فرحانين قد إيه بوجود المية وكوب المية النظيف، وست البيت اللي كانت بتشيل معاناة، بتشيل هم كبير قوي علشان تروح تجيب مية، وشوف بقى وهي بتستقبلنا بالزغاريد. أنا أعتقد لو الناس متبرعين أهل الخير نزلوا معانا هيفرحوا قوي قوي بالزغاريد، ويلاقوا الأولاد محوطنهم بالفرحة ومش مصدقين إنه خلاص بقى اللي هو كان طفل اللي كان بيصحى بدري مع أمه، أو كانت أمه بتسيبه علشان تروح تجيب مية من أماكن بعيدة، حياتهم اتغيرت. فنكلم أهل الخير دلوقتي ونقول لهم الحياة اللي أنت غيرتها أو ناوي إن شاء الله تغيرها للأفضل عند أهالينا، أهلك دول أهالينا وناسنا، وإحنا هم مسؤولين مننا برضو، إحساس أنه في حد مسؤول مننا. اللحمة، أيوة، دي نقطة مهمة. وعلشان كده وأنا بتكلم على الجزئية المهمة دي بقول يعني حضرتك بتحكي مشهد حضرتك عايشتيه وشفتيه على أرض الواقع، أنا بشوفه من زاوية تانية خالص. لأن أنا بشوفه متكرر ما بين مشهد السعادة والفرحة والأمهات وستات البيوت اللي بتزغرط وتبقى مبسوطة وكأن في قطعة من الجنة كده نزلت البيت ده وبست فيه الحياة، مية حياة، وبست فعلا وجابت لهم الحياة، نبض الحياة، جايبة الحياة للناس دي ببير مية. وربنا هو اللي بيقول لنا وجعلنا من الماء كل شيء حي. ولكن لما أنا بشوفه، أنا بشوف المشهد ده على قد ما ببقى فرحان وسعيد والواحد يعني في حالة جميلة جدا، على قد ما إن الواحد فعلا برضو بيبقى مع كل لحظة فرح بتبقى موجودة متكرر لحظة حزن وألم، لأن في بيوت تانية مش قادرين إن احنا نوصلها. خلينا نقول إن هي لحظات الألم ديت أو الحزن تخلينا تحفز عندنا المسؤولية طبعا. يعني إيه لحظات مسؤولية، إن احنا لسه الطريق طويل ومحتاجين إيد بإيد، ومحتاجين أهل الخير يكونوا معانا يكملوا معانا الطريق، ولسه في اكتر ان شاء الله. بعد الفاصل فضلت الشيخ نعرف من حضرتك الاحساس بالمسؤوليه ده يخلينا نتحرك للخير ازاي. بعد الفاصل نعود اليكم.